شكرا معلقنا الدكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت الفتره الثانيه بتقدم اهلاوي 39-23 في تفوق اهلاوي الحقيقه على مدار الشوط او الفتره الاولى والثانيه. ارجع لضيوفي كابتن محمد السلعاوي وكابتن اشرف الكردي. ابتدي بكابتن اشرف، يعني يمكن النهارده التفوق الاهلاوي، راي حضرتك ايه في الفتره الاولى والثانيه يا كابتن اشرف؟ طبعا كابتن ياسر، هو متوقع ان يبقى في فرق في الجيم، بس انا ما كنتش متوقع ان الفرق يبقى في الكوارتر الاولاني والثاني الفرق الكبير ده. واضح طبعا من اول المباراه ان الجزيره عايز يحافظ على اللعيبه، عايز يحافظ على الجيم، بيلعب دفاع منطقه 2-3 على اساس الجيم ما يفتحش من اول كوارتر، وده واضح. هو لعب الكوارتر الاولاني والثاني بنفس الطريقه للاسف، زون ديفنس ما لعبش ولا ثانيه مان تو مان، وما لعبش في الكوارتر الثاني ولا هجمه واحده مان تو مان، وده كان واضح وده طبيعي جدا للفرق الاطوال اللي في الفرقتين. بس للاسف انا النهارده نو ريباوند نو بوكس اوت، بطل الهجمه المرتده، بخلص في حوالي 6 هجمات ورا بعض خلصوا في 8 ثواني. انا النهارده بلعب زون عشان ما يحصلش فيه جاب او ما يحصلش فرق في السكور، فانا محتاج العب كل 24 ثانيه، وخاصه ان في فرق في الاطوال كمان ما بين الجزيره والاهلي. نعم. الكوارتر الاولاني في الاهلي ولعب بسنتر واحد في 3 او 4 فول ريباوند، يعني اذا الدفاع مش ناجح، وده اللي خلى السكور في الكوارتر الاولاني 10. مين افضل مسجلين في نادي الجزيره كابتن حتى الان؟ الجزيره سيف صناديلي طبعا، هو يعني هنقول له بوزيشن 4 مثلا 6 بونت، يعني حاطط 6 بونت، ده التوب سكورر في شوطين سيف الصناديلي، ده بيودي قد ايه. وفي الناحيه الثانيه والتر هوج حتى 14 بونت، ده بيودي لك قد ايه انه في فرق حتى جاب في التوب سكورر بتاع الفرقتين. الجاب ان المحترف بتاع الجزيره اللي هو الجي النهارده هو لعبه سريع قوي، المفروض ان انا اهدي رتم اللعب، انزل الكوره سيف صناديلي، وخاصه ان هو ماشي عشان اقدر استفاد من وجود سنتر واحد في الفريق، ده ما بيحصلش. لعيبه الجزيره متسرعه جدا في الشوتنج، نسبه شوتنج عاليه جدا جدا، مش قادر ينزل الكوره تحت الباسكت، فهيضطر ان هو يلعب تحت الباسكت على سيف. سيف اتوفق في اول كوارتر، الكوارتر الثاني ما نزلتش الكوره تحت الباسكت خالص. فده هيعمل جاب، ولو الريتم الجيم مشي كده هيبقى الجاب اكتر بكتير. كابتن سلاوي، انا شايف ان مباراه النادي الاهلي استطاع يسهل المباراه على نفسه، فرض اسلوب لعبه من اول بدايه المباراه. النادي الجزيره فاجئنا بالزون ديفنس، كان لها حل، فاست بريك عندنا رجع تاني، اللي كنا بنقول ماتش المباراه اللي فاتت محتاجين فاست بريك، رجع الريباوند تاني فقدرنا نجري على الجزيره. ففرض اسلوب لعب النادي الاهلي هو اللي اداله السيطره واداله الاستحواذ وخلاه الشكل الاحسن في الملعب. المدرب اوجوست بوش من المدربين الاذكياء اللي قادر يريح اللعيبه، لان عنده هو اصلا عنده 2 مصابين وحاططهم في ال 12، عمر طارق وما لعبوش حتى الان. طب هستاذنك يا كابتن سلعاوي، يعني الحديث بقيه بس لازم اروح لصاله المقاولين العرب، وطبعا مبروك فريق الكره الطائره سيدات فاز على هليوبلس بنتيجه 3-0 وتاهل للمباراه قبل النهائيه، الف مليون مبروك. نروح لمريم سميح مراسلتنا من صاله المقاولين العرب ولقاء مع الكابتن حمدي الصافي المدير الفني، اتفضل يا مريم. برحب بيك مره ثانيه يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد سلعاوي كابتن اشرف الكردي، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عاقب طبعا انتهاء مباراه النادي الاهلي وهليوبلس بنتيجه 3-0 لا شيء، زي ما احنا شفنا الاهلي قدر ان هو يسيطر على مجريات المباراه منذ البدايه وحتى النهايه، وبكده طبعا يكون اتاهل لمباراه نصف النهائي من كاس مصر. معايا طبعا دلوقتي نجم المباراه كابتن حمدي صافي المدير الفني لفتيات الذهب، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في البداية يا كابتن، الف مبروك. الله يبارك فيكي، برحب طبعا بالكابتن هيثم وضيوفه. الحمد لله المباراه كانت كويسه بالنسبه لنا، قدرنا نخلي كل العناصر بتاعتنا تشارك ونطمن عليهم. الفتره الجايه عندنا ضغطه ماتشات، فكان مهم جدا ان احنا نطمن على الفرقه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عوده المحترفه كارينا كاسيو كانت مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اطمن عليها في مباراه بعد الاصابه. الحمد لله لعبت شوط ونص وادت اداء كويس بعد الغياب الطويل، بس يعني الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى كل العناصر موجوده. عندنا النهارده غياب دعاء محمد وسلمى يوسف، ان شاء الله نطمن عليهم برده الماتشات الجايه، ويبقى عندنا وفره الحمد لله من اللعيبه نقدر نخش بهم الماتشات الجايه باذن الله. حمدي، هليوبلس يمكن هو منافس مش قليل ابدا، ولكن النهارده المباراه كانت مرتاحه، يعني ما فيش ضغط عليكم، فرق سكور شفنا الاشواط كلها بسكور، يعني فرق سكور كبير جدا، الاول 25-16 ثاني 25-11 الثالث 25-10. رايك النهارده في اداء هليوبلس؟ يمكن النهارده ما كانش في احسن ظروفه، وده اللي خلى يمكن الاهلي يسيطر سيطره كامله على المباراه. يعني فريق هليوبلس طبعا فريق شاب عنده عناصر كتيره شابه،
احنا طبعا اجهز طبعا فنيا، خرجنا لسه خارجين من نهايات الدوري في الدور قبل النهائي فجاهزين جدا. هو برضو بيلعب في تحديد المراكز، عندنا احنا الدوافع بتاعتنا اكبر، عندنا اللعيبه بتاعتنا الحمد لله كلها كبار والصغيرين، يعني التوليفه الحمد لله دلوقتي يعني وصلنا لتوليفه كويسه جدا من جميع العناصر، عندنا الخبرات موجوده، عندنا الشباب موجود، فباذن الله باذن الله الفتره الجايه هيبقى الاداء احسن وهيبقى فيه ان شاء الله منافسات قويه في الدوري والكاس. كابتن حمدي، يمكن خلاص دقايق ومباراه وادي دجله والشمس تبدا، يعني بتتمنى ان انت تقابل مين في الدور قبل النهائي؟ ويمكن كمان شفتك النهارده في المدرجات قبل بدايه المباراه، كنت تتفرج على زمالك وسبورتنج، ويمكن قبلها شفنا الصيد بيتفوق على سموحه، تتمنى ان انت تقابل مين في نصف النهائي؟ وكمان شايف ان مين يليق ان هو يكون موجود في امام الاهلي ان شاء الله ان شاء الله في النهائي؟ هو طبعا سبورتنج والزمالك ماتش مهم جدا، كنت لازم اتفرج عليه لان واحد من الطرفين دول ممكن يبقى موجود في النهائي ان شاء الله باذن الله لو وصلنا. بالنسبه لماتش دجله والشمس، الفريقين الحقيقه مقدين اداء كويس جدا السنه دي في كل المباريات، ولعبنا الفريقين وحافظينهم وعارفينهم، بس طبعا لازم هنتفرج على المباراه دي برده بحيث نشوف اي جديده يحصل. الفريقين مستوى واحد تقريبا، واتوقع مباراه قويه يعني. توفيق يا كابتن حمدي في اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا. لسه مستمرين معاكم طبعا في تغطيتنا، ومعانا النهارده او دلوقتي حالا واحده من نجوم مباراه اليوم طبعا كابتن مي غزال. طبعا الف مبروك يا كابتن مي، منورانا ومشرفانا على شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده شفنا مباراه الحمد لله الاهلي قدر ان هو يسيطر فيها بشكل كامل، حصل روتيشن كبير زي ما احنا سمعنا كابتن حمدي بيقول اطمن على كل لعيبه. شايف مباراه النهارده هي بصراحه اي مباراه بنخشها بتبقى مهمه لينا، يعني ايا كان الفريق بيلعب في مركز ايه او مستوى الفريق، بس احنا دايما بنعمل حساب اي فرقه بنلعبها وبنبقى عارفين هنقفل ايه وهنلعب ازاي. كابتن حمدي بيدينا الخطه وكلنا يعني بنشارك في الماتشات اللي كده. اهم الانستراكشنز او التعليمات اللي ادها كابتن حمدي ما بين يعني ما بين الاشواط، شفنا يعني يمكن كابتن حمدي على الرغم من المباراه مرتاحه جدا او انتم مسيطرين عليها سيطره كامله، ولكن عايزين نعرف ايه اهم يعني التعليمات اللي كان بيديها ما بين الاشواط. يعني مثلا حاجات ممكن بنعملها في ماتشات تانية، اخطاء مثلا يقول لنا نقوي ارسالاتنا، نشغل السريع كتير، نركز في اول كوره، الحاجات دي بتفرق بقى في الماتشات اللي جايه بنظبطها من دلوقتي. يعني شايفه اللي جاي ازاي خاصه ان في ضغط مباريات كتير جدا الفتره اللي جايه؟ كاس مصر طبعا يمكن جمهور النادي الاهلي كله حاطط امل عليكم ان انتم تكونوا موجودين في النهائي وتحصلوا على الكاس ان شاء الله، الاستعدادات والتحضيرات للفتره اللي جايه. احنا بصراحه يعني الحمد لله احنا عدينا الدور الثمانيه من الكاس، هنركز بقى على الدوري، كل الماتشات اللي جايه مهمه وكل الماتشات اللي جايه خلاص بقى ما فيش هزار، واحنا اوريدي اصلا عاملين معسكر اخر الاسبوع ده، يعني هناخد اجازه بكره وبعد كده بقى هنرجع تاني للتمارين عشان بقى نستعد للماتشات اللي جايه عشان كلها تبقى كويسه. يعني كابتن مي، شايفه انه الاهلي مناسب جدا ان يقابل مين من يعني الفرق اللي كسبت النهارده سواء في دور نصف النهائي او الدور النهائي؟ واحنا معظم الفرق لعبناها، اكترهم فرقه دجله، الشمس لعبناهم مره واحده، بس احنا كده كده يعني الحمد لله مش بيفرق معانا الفريق اللي قدامنا قد ما بنبقى مركزين مع نفسينا احنا، اللي هو بنبقى مركزين على لعبنا احنا عشان ان احنا نلعب يعني قدام اي فرقه يعني باي سيستم. توفيق في اللي جاي ان شاء الله يا كابتن ماي، الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع واحدة من نجوم مباراة اليوم طبعا، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي على نادي هليوبلس بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. طبعا كابتن مي غزال وقبلها طبعا كابتن حمدي الصافي، زي ما احنا شفنا هم متفقين على مبدأ واحد ان هم خلاص بيغلقوا صفحة النهاردة، يركزوا مرة أخرى في مباريات الدوري وبعد كده يركزوا على المباراة المقبلة. طبعا كابتن حمدي هيكمل يمكن هيتفرج على المباراة اللي هتبدأ كمان دقايق قليلة جدا ما بين طبعا وادي دجلة ونادي الشمس علشان يشوف هيكون مين خصمه في المباراة المقبله في نصف نهائي طبعا كاس مصر. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا فيما هو قادم. بشكرك جدا كابتن هيثم، كلمه ليك مره اخرى. احنا اللي بنشكرك مريم سميح من ارض الملعب من صاله المقاولين العرب، وتاهل فريق السيدات للكره الطائره للمباراه قبل النهائي بعد فوزها او فوز الفريق النهارده على هليوبلس 3-0 منذ لحظات. بشكرك شكرا جزيلا يا مريم. كابتن سلعاوي معلش هيروحنا على ارض الملعب، وكان لازم نبارك النهارده لفريق السيدات ونكون معاهم. مبروك يعني طبعا. مبروك. بس النقطه هنا الاهلي مادي اداء كويس، 39 بونت في الكوارترين، يعني انت حاطط افريج تقريبا حوالي 19 نقطه ونص في الجيم او في الكوارتر، ده اداء هجومي جيد في وقت انت حاطط داخل فيك 23 بونت، اذا ده دفاعي جيد. هو بنقول زي ما قلنا النادي الاهلي قدر يخلي المباراه سهله بالنسبه له، المدرب بتاعنا مدرب ذكي، ريح 2 لعيبه زي ما وقفنا وقلنا ان ابو النصر وعمر طارق ما لعبوش لكن هم في ال 12
عشان ياخدوا احساس الجيم. يعني الاهلي لعب ب10 لاعبين ب10 لاعبين فهو قدر يوزع المجهود على 10 لعيبه، واعتقد الشوط الثالث والرابع هيبقى نفس بتاع، لان هو كل تفكيره مباراه الاتحاد يوم الاثنين في اسكندريه، فلازم ان شاء الله اللعيبه توصل في كامل. خلينا نقول برضو النادي الاتحاد النهارده فاز على نادي الزمالك فرق 3 نقاط في صاله عبد الرحمن فوزي في 100 عقبه بعد اكسترا تايم. النهارده الاتحاد ما بيلعبش بالمحترف بتاعه لانه اصيب اصابه يعني في الكتف، الف سلامه طبعا، نتمنى الشفاء والسلامه لكل اللاعبين. والاتحاد السكندري في طريق ان هو يغير المحترف، اللاعب المحترف اللي في صفوفه دلوقتي، وهيستعيد اللاعب كوري تقريبا يا كابتن هو اللي كان موجود كده. طيب خلاص لحظات يا كابتن، استاذن حضراتكم ونروح لارض الملعب تاني، صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعلقنا الدكتور وائل ابو العزم لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه الاهلي والجزيره في الجوله القبل الاخيره، فالى هناك.